عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل عن مقولة منتشرة كثيرا حقيقة تصدر بها الخطب والمواعظ وبعض الكتب أيضا والمقالات في الإعلام إلى غير ذلك: الساكت عن الحق شيطان أخرس. يسأل السائل الكريم يقول: هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم لا؟ نقول: أيها الكرام الفضلاء، هذا القول لا يصح حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الحي بن محمد بن عماد الحنبلي في شاذرات الذهب في أخبار من ذهب ومن كلامه، يعني الحسن بن علي النيسابوري: من سكت عن الحق هو شيطان أخرس. والنووي في شرحه على مسلم، صحيح مسلم، نقلا عن أبي القاسم القشيري قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. وعلى هذا فلعل أبا علي الدقاق النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 640 هو أول من تكلم بهذه الجملة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا القول، أعني الساكت عن الحق شيطان أخرس، ذم عن السكوت على المنكر وعدم إنكاره. فقال في مجموع الفتاوى: قال الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولوى لسانه، يعني أخبر بالكذب، وأعرض أي سكت وكتم الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. يقول ابن القيم رحمه الله: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن من تكلم بالباطل شيطان ناطق. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.